استكمالا إعادة البنية المدنية خاصة من أوراق ثبوتية وأوراق رسمية في المناطق المحررة، ونتيجة خسارتها في القصف وأحراق المنازل من قبل قوات النظام أو تلفها نتيجة حالات النزوح المتكرر. لذلك كان لابد على المعنيين إحداث مؤسسة تعنى بالأحوال المدنية تلبي حاجات المدنيين ومتطلباتهم. بعد مضي أكثر من 5 سنوات على الثورة السورية المباركة وما رافق ذلك من حصول ترهل في مؤسسات الدولة ومنها إدارة الأحوال المدنية، بحيث تراكمت الأحوال المدنية الغير مسجلة من قبل المواطنين بسبب عدم وجود بطاقة أسرية لدى الأخوة المواطنين، قامت هيئة إدارة الخدمات ممثلة بإدارة الأحوال المدنية بالإصدار الأول من البطاقة الأسرية تلبية لحاجة الأخوة المواطنين. الإدارة العامة للأحوال المدنية عملت على إعادة تفعيل أمانات السجل المدني في معظم المناطق المحررة، وتم افتتاح 8 أمانات للسجل المدني في كل من مدن الدانة وتفتنازة وبنش وكفر تخاريم وجانودية وبدامة وأرمنازة والجبل الوسطاني، وذلك بعد الترهل الذي أصابها خلال السنوات السابقة. إقبال كبير وقبول من قبل الشارع على هذه الخطوة التي شغلت بال الكثيرين بضمان حقوقهم وتسجيل أبنائهم. بالنسبة للبطاقة الأسري 3 حالات تصدر لأول مرة، بدل ضائع وبدل تالي. كان المواطن منفذ زواجه، ما في عنا مشي دار، الأوراق المطلوبة هي صورة شخصية والهوية الشخصية له لزوجته إذا موجودة، ما موجودة عن طريق الإشعار البصمة. إذا كان الزواج غير منفذ تثبيت بيكون بالمحاكم الشرعية المعتمدة، بيجي لعنا نثبت الزواج على السجلات ونعطيه دفتر عائلي لأول مرة. وبالنسبة للبدل ضايع قدمنا استدعاء أو تصريح. 2500 بطاقة أسرية تم تسجيلها وتسليمها دفاتر عائلة، في حين تم تجهيز 30,000 بطاقة أسرية أخرى تنتظر تسليمها. بعد فقدانها لأكثر من 4 سنوات وفقدان العوائل لأي ثبوتيات شخصية، تعمل مديرية الأعمة للأحوال المدنية على استصدار بطاقات أسرية للعوائل التي فقدت كل ثبوتاتها جراء القصف والدمار والتهجير. كنت معكم أنا سيف الحمي، قناة الجسر الفضائية.